الكسائي. هو علي بن حمزة الأسدي الكوفي أبو الحسن الكسائي، ولد في الكوفة نحو 120 للهجرة. وقيل في سبب تسميته الكسائي إنه كان يحضر مجلس حمزة بالليل ملتفاً في كساء، وقيل أحرم في كساء فلقب الكسائي. قرأ الكسائي على الأعمش وعاصم وحمزة وغيرهم، وقرأ عليه عدد كبير منهم الليث بن خالد أبو الحارث وأبو عمر حفص الدوري وأبو عبيد القاسم بن سلام ويحيى الفراء وخلف بن هشام وغيرهم. أحد القراء السبعة وإمام من أئمة اللغة والنحو والقراءة، انتهت إليه الإمامة في القراءة والعربية في عصره بعد حمزة الزيات، ويعد المؤسس الحقيقي للمدرسة الكوفية في النحو. قال عنه الشافعي: من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي. علم الرشيد ثم علم ولده الأمين، وكانت له وجاهة تميزه عندهم، وقد صنف عدداً من الكتب منها معاني القرآن والمتشابه في القرآن وما يلحن فيه العوام ومختصر في النحو. توفي في إحدى قرى الري وهو في صحبة الرشيد، وكان ذلك في سنة 189 للهجرة.